الله الرحمن الرحيم. طبعا من 19 رقم الحكم في الاجتماع الشهري والعلمي وخطط اطباء الكلى الدائريه. الحقيقه هو اليوم النهارده ان شاء الله المفروض ان هو يكون يوم خاص، وطبعا مع دكتور عضو البرنامج ان احنا النهارده حطينا فيه ثلاث محاضرات فقط، وحطينا فيه جزء مهم جدا ان هو اصل اكسبيرت، يعني في زملاء من هم الشباب الصغيرين اللي بداوا يسالوا مع الكبار على موضوع الاسئله اللي هم بيسالوها في العمل اليومي بتاعهم. انا حضرتك احب ان نحس ان في مساحه وفي جاب بين اجتماع الكبار وبين الشباب اللي هم لسه بادئين العمل. فالنهارده ان شاء الله هتبقى في جلسه خاصه، وهيعقبها في النهايه احتفاليه خاصه من الاستاذ الدكتور حسين شعيشه والاستاذ الدكتور محمد عبد القادر صبري. اللي هنبدا ان شاء الله النهارده الاستاذ الدكتور مجاهد ابو مجد، وطبعا هو منع من التعريف وعلم من اعلام المحفظه ونقطه السكر في مصر. الحقيقه كان بينه احنا كنا بره كان دايما بينزل السعوديه، وهو يعني واخد مجال واسبكت معين كبير جدا في مجال الدايابيتس. النهارده ان شاء الله الدكتور مجاهد ابو مجد هيكلمنا عن الدايابيتس الجديده عند كده. اتفضل يا مجاهد. القوة والأمانة والعلم، أنا مش عاوز يعني أشكر كثير، لكن الكسر يستحق أكثر من ذلك. ويمكن أنا يمكن سر كثير ما أعرفهوش، الدكتور صبحي لما حب يعني يكون وحدة الكلى وحب يشارك مع اسم البطنة كان من أول الناس اللي اختارهم، كان اختارني عشان أشتغل مع الدكتور صبحي. فالحقيقة احنا بيربطنا ببعض يعني أخوة عميقة وممتدة في جذور التاريخ. أنا الحقيقة بشكر الدكتور صبحي وبشكر المجموعة على دعوتي إن أنا أقول محاضرة النهاردة. أنا كنت أتمنى إن أنا أقعد للآخر، لكن سبيت إن في تصوير على الهواء في قناة الرحمة، فأنا مضطر أمشي بدري عشان يعني برضو أعتقد إن الكلام اللي هنقوله كلام مهم، لأن اتكلمت أنا المرة اللي فاتت على محاضرة بعنوان العلم يقود إلى الإيمان. لأن في بعض الشباب دلوقتي كونوا جمعية كده إلحادية وبينكروا وجود الله، فإحنا بنحاول نرد عليهم بطريقة علمية. فأنا أعتقد إن اللقاء برضه مهم يعني إن إحنا نقول إن شاء الله. فهتكلم النهارده على بناء على طلب الدكتور حسين عن محاضرة بعنوان الجلوكوز لورنج ثيرابي ان بيشنت ويز كرونيك كيدني ديزيز. الحقيقه طبعا الكيدني بلايز ان امبورتنت رول ان ذا هاندلنج اوف جلوكوز، كلنا عارفين الكلام ده، ان التوتال جلوكوز ستورد ان ذا بودي بير داي، التوتال جلوكوز ستورد ان ذا بودي حوالي 450 جرام. الجلوكوز يوتيلايزيشن باي ذا برين بياخد نص الجلوكوز يوتيلايزيشن اللي هي 250، فبياخد منها 125، والبودي بياخد بقيه ال 125 جلوكوز فور انرجي برودكشن. الجلوكوز الحقيقه في الويسترن دايت بيمثل حوالي 180 جرام بالبيج. المفروض طبعا النورمالي ما يبقاش فيه جلوكوز في اليورين، يعني نورمالي الكيدني ري ابزورب الجلوكوز توتالي عن طريق الجلوكوز ترانسبورتر او صوديوم جلوكوز ترانسبورتر تو سيستم اللي موجود في البروكسيمال كونفيجريشن تو بيبر. والحقيقه الكيدني كمان بلاي ان امبورتنت رول ان ذا باثوجينيسيس اوف تايب 2 دايابيتس. يمكن كتير منكم هيسمع دي لاول مره، ان الكيدني بتلعب دور في الباثوجينيسيس، مش الافكت بتاع الكيدني، لا الكيدني نفسها بتلعب دور في الباثوجينيسيس. وده استغلوه دلوقتي ان هم طلعوا اول دواء ابروفد من ثلاث اسابيع او اربع اسابيع، صوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهبيتور. الدواء ده موجود دلوقتي على مستوى العالم. الدواء ده بيعمل انهبيشن لصوديوم جلوكوز ترانسبورتر، فبيعمل جلوكوزوريا وبينزل الجلوكوز في اليورين وبيقلل البلاد جلوكوز. وكمان الدواء ده بيعمل مايلد ديكريس في البلاد بريشر، فممكن يعالج سام سورت اوف مايلد هايبرتنشن وديابيتس. والدواء ده بيستخدم يعني ما فيش افكتفنس للدواء ده، مش هيجي بعد فتره الدواء ما يستجيبش، لان هو بينزل الجلوكوز في اليورين، كمان بيقلل البودي ويت. فده من ضمن الحاجات اللي بدات تبقى موجوده دلوقتي
اللي هو الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهبيتور. الرينال ديسفانكشن از كومن ان بيشنت وسبايد تو دايابيتس. يمكن الاحصائيات بتقول حوالي 40% من العيانين اللي عندهم تايب 2 دايابيتس بيبقى عندهم كرونيك كيدني ديزيز. وزي ما احنا عارفين كلنا ان دايابيتس هو الفيرست ليدنج كوز فور كرونيك كيدني ديزيز او كرونيك امبيرنج. دايابيتس بتلعب دور كبير وفي علاقه كبيره جدا بين الدايابيتس اند كيدني. كمان دي ستادي اسمها نيفرون ستادي بتشوف الايفيدنس اوف كرونيك رينال ديزيز. وزي ما احنا شايفين كده حتى في مناطق فيها اوفرلاب زي الماكرو ادمنوريا والماكرو ادمنوريا والديكريز ادمنوريا والفلتريشن ريت. زي ما احنا شايفين كده ان حوالي 50% او 52% من العيانين عندهم كرونيك كيدني ديزيز. مش كده وبس، لا دواء وجدوا ان البروتوموريا مش مجرد ماركر للرينال امبيرمنت او الماكرو ادمنوريا، لا ده هي اكتر كارديو فاسكولار ماركر. يعني هي اكتر كارديو فاسكولار. العيانين عندهم ماكرو ادمنوريا عندهم كرونيك ديزيز بيبقى برضه عندهم انكريزد انسنس اوف كارديو فاسكولار اكسيدنت رانز اسكيميك اتاك كونجستيف هارت فيلير. وزي ما احنا شايفين لو قارنا بين اللي ما عندهمش كرونيك كيدني ديزيز واللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز، الهارت فيلير بالذات في اللي ما عندهمش كرونيك كيدني ديزيز حوالي 20% او اقل من 20% النسبه دي بتتضاعف بل اكتر من الضعف في العيانين عندهم كرونيك كيدني ديزيز. فزي ما احنا شايفين مش مجرد بس ان الماكرو ادمنوريا والبوينترز بتاع الكرونيك كيدني ديزيز ما هياش مجرد يعني اشارات ل الكرونيك كيدني ديزيز، لا هي كمان اشارات للكارديو فاسكولار ديسوردرز. ومعظم العيانين اللي عندهم ماكرو ادمنوريا وانسيبيانت دايريتك نيفروباثي مش بيموتوا من الكرونيك كيدني ديزيز، بيموتوا من الفاسكولار ديسوردرز اللي بتحصل لهم زي الكورونري ارت ديزيز والفاسكولار والسيربرال ستروك. دي يمكن الناتشورال هيستوري بتاع الدايريتك نيفروباثي، ان العيانين بيبداوا في الاول بزياده في الجلوميرا فلتريشن ريت اللي هي الهايبر فلتريتنج يمكن موجوده في الجزء الاولاني، وبعد كده بيبقى نورمال جلوميرا فلتريشن ريت ثم ماركت ديكلاين في الجلوميرا فلتريشن ريت بعد حوالي 20 years من الانسيدنس اوف تايب 2 دايابيتس. الحقيقه طبعا في ساعات عندنا العيانين بيبقى عندهم يعني كيدني دامج في كتير جدا من العيانين، ونلاقي في البدايه في زياده في الجلوميرال فلتريشن ريت وفي الاخر في ماركت ديكلاين في الجلوميرال فلتريشن ريت. ويمكن ده اللي بيخلينا نقول كل ما بيقل الجلوميرال فلتريشن ريت وكل ما بيزيد الرينال امبيرمنت كل ما بتزيد الهايبوجلايسيميك انسولتس. الهايبوجلايسيميا بتبقى ماركتلي انكريز في العيانين عندهم كرونيك كيدني ديزيز والعيانين عندهم دايابيتس. ولسه شايف حاله اول امبارح واحد جاء بيقول لي انا يعني كل شكوتي دلوقتي ان انا باخد انسولين وكنت باخد قرعات كبيره وبعدين الانسولين بدا يقل وما عادش باخد انسولين دلوقتي وموقف كل ادويه السكر ومع ذلك السكر ما بيزيدش عن 70 80. قلت له على طول روح اعمل سيروم كرياتينين واعمل كرياتينين كليرات، فطلع السيروم كرياتينين بتاعته اكتر من 10. على طول العيان ده بيبقى عنده دايابيتك نيفروباثي. دايابيتك نيفروباثي كتير جدا بيحصل لهم هايبوجلايسيميك ايبيسودز. ودايما احنا بنقول لما تلاقي في ديكلايننج في الدوز بتاع الانسولين اللي بياخدها العيان بعد فتره طويله من الدايابيتس والعيان بدا يخش في هايبوجلايسيميا يو ماست ثينك اوف دايابيتك نيفروباثي، لازم تفكر في دايابيتك نيفروباثي. طيب اجي بقى لصلب المحاضره Selecting appropriate anti-hyperglycemic agent in chronic kidney disease. ايه الادويه اللي ممكن استخدمها؟ والادويه الريسنت اللي موجوده ايه؟ وضعها بالنسبه لايه؟ chronic kidney disease. وازاي اوصف دواء للعيان بتاع الدايابيتس اللي عنده chronic kidney disease. طبعا لازم نبقى ملاحظين ان في مع الكرونيك كيدني ديزيز بيبقى في decreased clearance of all medication ومنها الانتي hyperglycemic medication. الحاجة التانية بيبقى في عندي prolonged half life of insulin. الحاجة التالتة بيبقى في impaired gluconeogenesis by the kidney. الكدني الحاجة بتبريديوز جلوكوز ودي من مميزات الكدني.
عن طريق الجروب نيوجينيسيس والجلايكوليسيس، فبتطلع يمكن حوالي 80 جرام بالدي. في انكريزد ريسك اوف هايبوجلايسيميا، وعشان كده ده نيسيسيت جريتر كير ان مونيتورنج اند سيلكتنج اوف انتي هايبرجلايسيميك ايجنتس. مهم قوي ان انا اعرف اختار ايه. في ناس بتقول ان التارجت بتاعي في العينين عندهم كرونيك كيدني ديزيز ما بيختلفش عن التارجت في العينين اللي عندهم الكيدني، يعني لازم انا برضه اقلل الهيموجلوبين اي 1 سي اقل من 7. Achieving this goal significantly affects future risk of renal damage. ليه احنا بنبقى حريصين على ان احنا نعمل اوبتيمال جلايسيميك كنترول عشان ما نزودش الكيدني دامج. The chronic renal disease patient however presents additional challenges. في حاجات بقى يبقى فيها مهمة جدا، تحديات. Many agents have not seen studied. Many agents are contraindicated. في حاجات ما لازم ما تستخدمهاش. وفي a higher potential for hypoglycemia. دي بتخليني ازاي افكر في الدواء اللي انا هديه للعيان اللي عنده chronic kidney disease. Severe hypoglycemia carries طبعا obvious significant risk. Renal failure is the second most important cause of hypoglycemia following insulin use. That's second common. Hypoglycemia causes caused by a drug that's renally eliminated. والدواء ده طبعا ممكن ان اشوف بقى الدواء ده الاليمينيشن بتاعه سكوزا كيدني ولا سكوزا ليفر ولا ايه، ده اللي بيخلينا افكر في اختيار الادويه. خلي بالك الكلمه الاخرانيه دي الجمله دي مهمه جدا، ان السلفونيلوريا انديوسد هايبوجلايسيميا في العيال عنده ستيج رينال ديزيز ممكن تقعد اكتر من 10 ايام. وتصالح العيان وتديله جلوكوز ويبقى امبروفد وراحت فيه الساينز بتاع الهايبوجلايسيميا وبعد ساعه ترجع له الساينز تاني. فبليز لما يخش عيان عندك في جاي له هايبوجلايسيميا من الاورال غير الانسولين، اللي جاي له هايبوجلايسيميا من الاورال ما تخرجوش بمجرد ما يتحسن، لازم تعمل له مونيتورنج، لا ممكن ترجع له الهايبوجلايسيميا تاني خاصه في اللونج اكتنج سلفونيلوريز. طبعا الاي دي اي والاي اس دي الامريكان دايابيتس اسوسيشن والاوروبيان اسوسيشن فور ستادي اوف دايابيتس عملوا بوزيشن ستيتمنت فور جلايسيميك تارجتس، ده كلام مهم قوي. بيقولوا ان طبعا الهيموجلوبين بيقل عن 7 فور مصر، لكن في بعض العيالين ممكن ازود الهيموجلوبين اي 1 سي لغايه 8. ال ال دبليو اللي عندهم كوموربيديس زي الكارديوفاسكولار ديس اوردرز، مش لازم العيال دول توصلوا للتارجت اللي هو من 6 ل 6.5، لكن 6 و6.5 ده يبقى في الفور يانجر هيلثير بيشنت، اللوزر تارجتس من 7.5 ل 8 فور اولدر بيشنت خصوصا كوموربيديتس اند زوس برون تو هايبوجلايسيميا. والافويدنس بتاع الهايبوجلايسيميا از فيري كريتيكال سبيشالي ان بيشنت ويز كرونيك كيدني ديزيز. دي المالتيبل فاكتورز اللي على اساسها بختار الدواء للعيان. ما عدناش ابدا بنقول قاعده واحد العيان فلان ياخد كذا، لا لازم في فاكتورز كتيره بتساعد في اختيار الابروبريت دراج فور ذا ابروبريت بيشنت. زي البيشنت اتيتيود، الريسورسز، الاستابليشد كومبليكيشن اتسترا، كل الحاجات دي بتساعدنا في اختيار الدواء المناسب. الحقيقه طبعا انا المفروض عندي اربع حاجات، ان العيان اللي عنده شورت ديوريشن اوف ديزيز ومالوش كارديو فاسكولار كومبليكيشن، اللي عنده لو ريسك وده لازم اقلل الهيموجلوبين اي 1 سي اقل من 7. العيان اللي عنده لونج ديوريشن اوف ديزيز وعنده بريفيوس كاردو فاسكولار ايفنت اللي هي رقم 4 ده هاي ريسك بيشنت، والهيموجلوبين اي 1 سي يبقى من 7 ل 7.5 ايفن لغايه 8. مفيش اي مشكله خالص عشان ما تدخلش العيان في الهايبوجلايسيميا. لكن ستيل عندي عيانين عندهم لونج ديوريشن اوف ديزيز وما عندهمش كاردو فاسكولار ديزيز، وده لغايه دلوقتي العالم مش متفق الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه يبقى كام؟ هل هو 7 6.5 7.5؟ محدش عارف. الشورت ديوريشن اوف ديزيز، لكن العيان عنده بريفيوس كارديو فاسكولار ايفنت برضه ان نون ريسك، والهيموجلوبين اي 1 سي برضه مش معروف لغايه دلوقتي، لكن المتفق عليه العيان عنده شورت ديوريشن وما عندوش نون كارديو فاسكولار لازم توصله للاوبتيمال جلايسيميك كنترول. مهم
قوي انك لما تيجي تختار النيو ميديكيشن فور دايابيتيك بيشنت و سكيني ديزيز انك تاسس الرينال فانكشن بفور بريسكرايبنج اني دراج. لازم بارتيكولاري امبورتنت ان ذا ايلدرلي بيشنت كونسيدر دراج ميتابوليزم. الدراج ده هيباتيك فيرسس رينال وهل الدواء ده بيحتاج دوز ادجستمنت اكوردنج تو استيميتد جلوميرال فلتريشن ريت during the treatment لازم تمونيتور الرينال فانكشن روتين روتينلي فور تشينجز ذات مي افكت دراج ميتابوليزم. دي الافيلابل انتي هايبرجلاسيميك ايجنت الموجوده عندنا اكتر نعم البايوانايد ميتفورمين السلفونايل ورياز واللي موجود منها دلوقتي الجليمنكلينايد والجليمفرايد والجليكلازايد والجليبيزايد دول الافيلابل في ايجنت ناو دايز. الميجليتنايدز فيها جلاجونايد بس والميتاجونايد ما عادش افيلابل. البايل سولت سيكويسترانت وده دواء حديث جدا ودخل مجال الانت هايبر جلاسيميك دراجز والدواء سيف وهنتكلم عن كلمتين صغيرين. وفي ادويه حتى دلوقتي بتشتغل على سنترال نيرفا سيستم زي الكويك ريليز برونكروتين اجونست ده ريسبتور اجونست بيشتغل على البرونكروتين ريسبتورز الموجوده في البرين وبالتالي بيقلل السيماتيك درايف وبيحسن الانسولين سنسيتيفيتي وده برضه من الادويه الجديده خالص اللي طلعت بالنسبه للدايابيتس. الالفا جلوكوز اجيز انهبيتور الكربوز وانا اعتقد ان استخدامه قل قوي يعني. السايزولودين داومز البايوبيتازون هو اللي افيلابل والبيزوبيتازون زي ما انتم عارفين في اللي هو انشاء. الانكريتينز ودي الادويه الجديده اللي موجوده دلوقتي في عندنا منها نوعين الجي ام بي 1 ريسبتور اجونست اللي هي الميديت ريليز زي الاكسينابايد وفي اكسينابايد وانس بير ويك حقنه بتستخدم مره كل اسبوع وده افيلابل دلوقتي في امريكا واعتقد انها هتنزل اوروبا اللي هي اكستندد ريليز اكسينابايد. في اللورا جلوتايد وده اسمها فيكتوزا وهتنزل قريب في مصر يمكن خلال 5 شهور. التي دي بي 4 انهبيتور موجود في مصر السيتا جليبتين والبيتا جليبتين وبعد اسبوعين هيبقى في الساكسا جليبتين. لكن في دواء خطير جدا دلوقتي طلع في اليابان وبقى موجود في اوروبا وامريكا اسمه لينا جليبتين. وطبعا الانسولين. دي الادويه الريسنت والاولد اللي موجوده. طب نشوف بقى موقف كل دواء منهم سريعا كده بالنسبه للكرونيك كيدنيز. الميتفورمين. الميتفورمين از ريكومندد ان اول جايد لاينز از فيرست لاين ايجنت فور هايبر جلاسيميا او انت هايبر جلاسيميا. ده الدواء الاولاني لا خلاف كل الجايد لاينز بتتفق على ان الميتفورمين هو الفيرست تشويس فور انتي هايبر جلاسيميك كاز انتي هايبر جلاسيميك دراج. الميتفورمين از اليمينيتد رينالي اند رير كيسز اوف لاكتيك اسيدوز هاف بين ديسكرايبد ان كرونيك كيدني ديزيز بيشنت لكن موجود والانستنس بتاع لاكتيك اسيدوز بتزيد مع كرونيك كيدني ديزيز. ده مش والفيتاليتي من اللاكتيك اسيدوزس في العيانين اللي بيجيبوا لاكتيك اسيدوز الفيتاليتيز بتزيد عن 50% عشان دي حاجه فيري دينجرس. فنخلي بالنا بقى ان الاف دي اي طلعت كده ستيتمنت قالت الميتفورمين كونترا انديكيتد اف سيرم كرياتينين اكتر من 1.5 ملي بير مينت ان مين اند 1.4 ان وومن. ده اف دي اي ده يعني ستيتمنت موجوده دلوقتي. ليه؟ فور فينوفلاكتيك اسيدوزز 50% مورتاليتي الميتفورمين انديوز بلاكتيك اسيدوز. فدي نخلي بالنا منها وللاسف الشديد بنشوف عيانين كرياتينين اكتر من كده وستيل بياخدوا ميتفورمين. دي اول حاجه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها. النايس جايد لاينز عملت ريكومنديشن واللي هي اليو كي ناشونال انستيتيوت فور هيلث اند كلينيكال اكسلنس زي ما عملت ريكومنديشن للانتي هايبرتنسيف عمل ريكومنديشنز للعيان عنده الميتفورمين يوز ان تايب 2 دايابيتس بيشنت ويز كرونيك كيدني ديزيز. وقايلين كلام جميل قوي قايلين انك تريديوس الدوز اف جلومينال فلتريشن ريت اقل من 45 ملي بالمتر. يعني احنا الماكسيمم دوز بتاع الميتفورمين الماكسيمم ثيرابيوتيك دوز اوف ميتفورمين في النورمال انديفيدوال اللي ما عندوش كرونيك كيدني ديزيز يعني بتوصل ل 2000 ملي جرام او 2 جرام بير دي. دي الماكسيمم دوز. ما
بليز ما تزودش عن 2 جرام. 2 جرام ونص الافكاسي بتاع الدواء بيقل. دي حاجه بقى معروفه في الميتفورمين دلوقتي. لما يبقى الجلوميرال فلتريشن ريت هاتم 45 بيدوا ماكسيمم هاف ذا اوبتيمال دوز. بيدوا 1000 ملي جرام دي ده ماكسيمم دوز. وبيقولوا قاعده ثانيه دونت يوز لو الجلوميرال فلتريشن ريت اقل من 30 ملي جرام. ما تستخدمش خالص الميتفورمين. السلف لايبريز ودي السكند كومنلي يوزد دراج ان اور ريجن. طبعا في سيفرال بريدومينانت رينال اليمينيشن زي الجليبنكلامايد والجليبنكلامايد دول الميك اليمينيشن بتاعهم سرور كدني. فعشان كده الجليبنكلامايد نوت ريكومندد لما يبقى الكرياتينين كليرانس اقل من 50 مللي بالمئة. ما تستخدمش الجليبنكلامايد. ليه بقى؟ لان البيرنت دراج الاساسي 50% رينال اليمينيتد والاكتف ميتابولايتس بتاع الجليبنكلامايد كومبليتلي رينال اليمينيتد. فعشان كده بنحذر قوي من استخدامه مع العيانين. طبعا عارفين الجليبنكلامايد موجود كتير جدا في الادويه غير موجود. يمكن انا مضطر اسال بعض الاسماء عشان الناس بتعرفها زي الدواليل وزي الجليبنكلامايد اللي موجود في الدافانس والجلوكوفانس وكل ده جليبنكلامايد. الجليبنكلامايد من فضلك لما تلاقي العيان عنده رينال امبيرمنت ايفن حتى لو مايلد رينال امبيرمنت ما تستخدمش الجليبنكلامايد. الجليبنكلامايد هاز اولتر ذا كاينيتكس برضه ويسكي كرياتينين كليرنس اقل من 50 ملي برميل. برضه البيرنت دراج 60% رينال اليمينيتد وبارشالي الاكتف ميتابولايت كومبليتلي رينال اليمينيتد. برضه الجليبنكلامايد عليه تحذيرات من استخدامه لو كان الكليرنس اقل من 50. الجليبيزايد وده دواء هايل وكان زمان بنستخدمه كتير وده شورت اكتنج ومش انترميديت ولا لونج اكتنج از بريفيرد ويز حتى لو كان الكرياتينين كليرنس اقل من 30. ليه؟ لانه اكستنسيف هيباتيك ميتابوليزم تو ان اكتف ميتابولايت. وبالتالي لما تضطر تستخدم سلفونايل وليه ادي الجليبيزايد. عارفين اللي هو ايه؟ نعم؟ الميلي دياب عادش موجود للأسف. لكن هو ده اللي على فكرة في الليتريتشر ان الدواء السلفونايل ويلاز ار اسوشيتد وذ سيفير اند برولونجد هايبوغلايسيميا ان ستيج رينال ديزيز والفيتاليتي بتاعها بتوصل من 5-7% ولو بيرمننت نيورولوجيك سيكولي وتريتمنت ويز انترافينال جلوكوز بي بي نيدد فور سيفرال دايز. مش مجرد بس العام اتحسن هو خرجه. الريسك فاكتورز طبعا معروفه كتير بالنسبه للهايبوجلايسيميا. دي بقى المجموعه الجديده موجوده برضه دي انسولين سكريتا جروب ودي زي السلفونايلوريا بس بتشتغل على ديفرنت ريسبتورز اللي هي الميجليتينايتس. والميجليتينايتس اللي افيلابل يعني دي الادويه برضو من الادويه الكويسه منها في مصر الريبابلمايد والنوفونور. ده فاسيليتيت جلوكوز ستيميوليتد انسولين سكريشن ودي سيميلر للسلفونايلوريا ولكن لها شورتر ديوريشن فاكشن. دي شورتر ودي ممكن تستخدم 3 تايمز بير دي. لكن الجليبنكلامايد ممكن يستخدم توايس اونلي. اللي بيكتب جليبنكلامايد 3 تايمز بير دي ذيس از رونج. حتى في الدايابيتس ما عندوش ليلة من بيرمنت. الريسك اوف هايبوغلاسيميا اكسنتويتد باي اندرلاينج تندنسي ان كرونيك ديز فور هايبوغلاسيميا. لكن الادويه دي كان بي يوزد ان ديكلايننج جلوميرال فلتريشن ريت نوت افكتد ايكوالي باي رينال امبيرمنت. فدي بديله بقى بالنسبه للميديا. ممكن استخدم النوفنا. يعني ممكن استخدم النوفنا. والناتج للمايد ما عادش موجود لكن اللي موجود اللي هو الريبابلومايد. سامري بقى بالنسبه للسلفونايلورياز والميجليتينايد. سلفونايلورياز اند ميجليتينايدز بيكام هازاردس از جلوميرال فلتريشن ديكريز ديو تو انكريز انسيدنس اوف هايبوغلايسيميا. الجليبيزايد از ذا بريفيرد سلفونايلوريا اند كرونيك كيدني ديزيز بات فاستنج بلاد جلوكوز مونيتورنج بي نيديد. الميجليتينايدز بارتيكولر للريبابلومايد مي هاف سم ادفانتج فيرسس سلفونايلوريا
in terms of hypoglycemic events في العالم. البايل اسيد سيكويسترانس ده مش افيلابل عندنا في مصر، لكن بقى موجود، ممكن موجود في الخليج دلوقتي وموجود في السعوديه. ده بيعمل يعني مايل تو مودريت ديكريز في الاي 1 سي. الدواء ما بيعملش هايبوغلايسيميا، ما بيعملش ويت جين، ده حتى ممكن يخسس. مينيمالي ابزوربد فروم ذا جات، نو رينال دوزنج ادجستمنت، ري ابزورب ادجوفنت سيرب ان بيشنت ويز كرونيك ديزيز، بالذات لو كان في هايبر كوليسترولميا، لان الدواء ده بيحسن الكوليسترول، بيقلل البلد كوليسترول. فالعيان لو عنده هايبر كوليسترولميا وعنده رينال امبيرمنت، الدواء ده هيبقى مناسب جدا جدا، لانه لا هيعمل هايبوغلايسيميا ولا هيزود الرينال امبيرمنت الموجود. لكن للاسف الدواء ده فيه كذا عيب، ان هو بيعمل مايل ديكريز للاي 1 سي، العيب الثاني انه فيري اكسبنسيف. الكويك ريليز برونكريبتين ده موجود دلوقتي في امريكا ومنتجاه شركه ليلي. البرونكريبتينز ميكانيزم اوف اكشن از ان نون، لكن هم بيقولوا انه بيقلل السمباثيك درايف. ده بيعمل برضه مايل تو مودريت ديكريز في الاي 1 سي. برونكريبتين هاز كاينيتيك فافرابل ان كرونيك كيدني ديزيز، لان 5% فقط منه رينال الميناشن، وعشان كده كان بيوزد سيفلي ان بيشنت ويز كرونيك كيدني ديزيز. الالفا جلوكوزايديز انهبيتور اكاربوز وميجليتول دول كان زمان عندنا جلوكوزايديز موجود. الاكاربوز الحقيقه باختصار شديد بيأكيموليت في الرينا، وعشان كده نتركه مندد لو السيرم كرياتينين أكثر من 100 مليون جنيه. الناس متوقعة إن إيفن البايوميتازون هيشال أخرى زي الوزيميتازون، لأنه بيعتبروا إن البايوميتازون دلوقتي بيزود الإنسنس بتاع الكانسر بلاك. لكن في ستادي دلوقتي طويله اعتقد انها هتنتشر في 2014، وانا اعتقد ان الدواء ده مش هيشال قريب، مش عشان حاجه معينه، لان السياسه دخلت في الادويه، والدواء ده دواء امريكي وما زالت امريكا هي اللي بتحرك كل سوق الدواء. لكن هو دواء محترم جدا وفيري افكتيف، والديورابيلتي بتاعته عاليه جدا عشان نقول الامانه العلميه، لكن له سايد افكت كتير قوي. التيزيديز هاف مالتيبل كونسيرن نوت يونيك تو كرونيك كيدني ديزيز، بيعمل بيزود هارت فيلير، بيزود الفراكشرز سبيشالي في الفيميلز والبلاد كانسر. الريسك اوف هارت فيلير انكريز لما يبقى العيان عنده كرونيك كيدني ديزيز، وعشان كده برضه والفراكشر كمان بيزيد لو العيان عنده كرونيك كيدني ديزيز، وعشان كده ما بنفضلش ان احنا نستخدمه الا لو كان ايرلي قوي، لانه له ميزه في الايرلي دايابيتيك نفروباسي اللي لسه ما فيش فيها ماركت ديكلاين في الكورونير فلتريشن ريت، له ميزه انه بيقابل باكو اندرولوجي، فدي ميزه له. لكن لو العيان بقى في استابلشد كرونيك كيدني ديزيز، ده كونترا اندكيتد ان انا ادي السايزنودين ده. الجي ال بي 1 والجي اي بي والادويه دي اللي هي الادويه الجديده زي الفيلداجليبتين والسيتاجليبتين والساكساجليبتين، الثلاثه هيبقوا موجودين في مصر خلال ايام. الادويه دي ادويه هايله جدا لانها ما بتعملش هايبوغلايسيميا، ما بتزودش البودي ويت، ما لهاش سايد افكت تقريبا بلاسيبو لايك سايد افكت بتاعها، لكنها فيري اكسبنسيف، يعني الادويه دي ادويه غاليه جدا. لكن الادويه دي لها في منها بقى انجكتر فورم دلوقتي اللي هو الانكريتين مايميتكس، موجود في مصر عندنا هنا الاكزيناتايد. الاكزيناتايد اللي هو البايتا ده موجود في مصر دلوقتي، ده انجكتابل فورم من الانكريتين، ومستو ما بيعملش هايبوغلايسيميا خالص. نمره اثنين انه بيقلل البودي ويت فالعيان بيخس، ودي حاجه محببه لعيان الدايابيتس. الحاجه الثالثه الحقيقه في الدواء ده انه جاست بيعمل كنترول، بيقعد الكنترول ده منتين لفتره طويله، فالعيان ما بيحتاجش يعمل سيلف مونيتورنج، على عكس الانسولين بقى. الانسولين لما العيان بياخده بيحتاج يعمل ايه؟ فريكوينت سيلف مونيتورنج، لازم نشوف عشان خايف من ليه؟ من الهايبوغلايسيميا. لكن الدواء ده عشان ما بيعملش هايبوغلايسيميا مش محتاجين ان احنا نعمل سيلف مونيتورنج. لكن عيب الادويه ديت اللي هي الانجليتين مايميتكس انها فيري اكسبنسيف، الفايل بتاعها بحوالي 600 جنيه بتكفي شهر، فالدواء اكسبنسيف. في البدايه بتاع الدواء ده
بيعمل نوبيان فونتنج اللي هو الكريتين مهمتك اللي هو الانجكتابل اللي هو الاكسراتوري ده بيعمل ماركت دوزي اند فونت. انا افتكر مره كتبته لعيانه قالت انا مش عاوز اتخن فمش هاخد انسولين فكتبت لها الاكسراتايد وبعد اسبوع جت تقول لي حرام عليك وانا عملت فيك ايه عشان العذاب اللي انا متعذباه الاسبوع ده كله متعذبه فيها حاجه قالت لي على طول برجع بصوره كبيره جدا فبيعمل ماركت دوزي اند فونت ودي هتخلي له كونسيرن في العيانين اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز. أو الإكزيناتايد ده eliminated by glomerular filtration mainly eliminated by the kidney may be used without dose adjustment لو كرياتينين كليرانس أكتر من 50 الدوز may be escalated من 5 إلى 10 ميكروغرام وسكوشن لو الكرياتينين كليرانس من 30 إلى 50 الرينال impairment may increase the risk of hypoglycemia لو العيان عنده كليرانس أقل من 30 it is contraindicated to use الاكزيناتايد ما تستخدموش لو الكرياتينين كليرانس اقل من 30 الاكزيناتايد اللي هو وانس بير ويك لو بيستخدم مره في الاسبوع الاكزيناتايد ده الايميديت ريليس والاكزيناتايد اللي هو بيستخدم وانس بير ويك الاثنين كونترا انديكيتد لو الكرياتينين كليرانس اقل من 30 وكذلك لوراجلوتايد زيه بالظبط زي الاكزيناتايد وال السمري بتاعهم الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست هاف ا فاريبل افكت اكزيناتايد ايميديت ريليز اند اكزيناتايد سلولي ريليز شود نوت بي يوزد ان بيشنت ويز اكرياتينين كليرانس اقل من 30 ملي برميل ذا دوز اوف اكزيناتايد اللي هو رابيدلي ريليزد ماست بي اسكاليتد فروم 5 الى 10 دوز كوشن لو كرياتينين كليرانس من 30 ل 50 الوراجلوتايد شود بي يوزد ويز كوشن ان بيشنت ويز كرونيك يعني الاثنين ما اقدرش استخدمهم في العيانين اللي عندهم كرياتينين كليرانس اقل من 30 ومن 30 ل 50 بستخدمهم ويز كوشن اكتر من 50 ممكن يستخدموا سيفلي اما العيانين بقى الدي دي بي 4 اللي هي موجوده في مصر زي سيتا جليبتين والفالدا جليبتين والسيكسا جليبتين كلهم بيحتاجوا ان احنا نعمل لهم دوز ادجستمنت لان هما اليمينيتد جزئيا في الكدني النو ادجستمنت لو كرياتينين كليرانس اكتر من 50 الدوز ادجستمنت الى الهاف دوز بتدي نص جرعه الجرعه الثيرابيوتيك بتاع سيتا جليبتين 100 مللي جرام بير دي لما يبقى الكرياتينين كليرانس من 30 ل 50 بدي 50 مللي جرام لو كرياتينين كليرانس اقل من 30 بدي 25 مللي جرام بير دي من سيتا جليبتين والفيلدا جليبتين زيه بالظبط اما الساكسا جليبتين اللي هو لسه هيطلع اللي هو اسمه انجوليزا فده بيتعمل له برضه نو دوز ادجستمنت زيهم لو كان الكرياتينين كليرانس اكتر من 50 لكن ايا كان الكرياتينين كليرانس بعد كده ده بعمل له بس هاف دوز ما بيوصلش ربع الدوز هاف دوز بتاعه سيف بندي لغايه 2.5 مللي جرام بير دي لان الدوز بتاعه 5 مللي جرام بير دي في دواء بقى لسه ما طلعش والدواء ده الحقيقه عليه كلام حلو قوي ده في الدي دي بي 4 برضه بس ما جاش مصر مش مطلعش هو موجود في اوروبا دلوقتي موجود في امريكا لكن هو كان اساسه ياباني الدواء ده لينا جليبتين از اونلي اورال انتي هايبر جلاسيميك ايجنت ابروفد از ا سنجل سترينث وانس ديلي دوز الحاجه الجميله فيه لينا جليبتين ديسبلايز فافرابل فارماكوكاينيتكس ان كرونيك كيدني ديزيز ملوش اي مشاكل في الكرونيك كيدني ديزيز و 5% فقط منه اللي بيبقى رينال اكسكريشن وبرايمالي بيبقى اكسكريتد ان تشينجد ان فيسز وما بيحتاجش نو ادجستمنت لا في الهيباتيك ولا الرينال حتى في السيفير هيباتيك والسيفير رينال حتى في الدياليسيس بيشنت وكملخص بقى بنقول از ا كلاس تي دي بي 4 انهبيتور ار ريلاتيفلي سيف اند هاف فيو دراج انتراكشنز Rising serum DDP4 inhibitor level may be problematic as glomerular filtration rate declines. Linagliptin, however, is primarily eliminated fecally and can safely be used without regard to renal. آخر حاجة الإنسولين for a few minutes less. الإنسولين الحياة all forms of injectable insulin have altered kinetics in chronic kidney disease. Renal elimination up to 50% in some forms. A time to maximum effect may be prolonged in chronic kidney disease. Rapid formulation are less affected than the basal forms. يعني short acting
هو البيست في العينين عندهم كرونيك كيدني ديزيز لانها رابيدلي اليمينيتد ومش هتبقى اكيوميتد بصوره كبيره وبالتالي الهايبوجلايسيميا بتقل فيه. يبقى في العيان بتاع الكرونيك كيدني ديزيز البيست ما استخدم شورت اكتنج ما استخدمش الحاجات اللي هي لها لونج اكتنج افكت acute change in renal function necessitate increased blood glucose monitoring and may need insulin dose reduction. البامب هي البيست بس طبعا للاسف الشديد مش موجود عندنا وما بتستخدمش كتير. كقاعده عامه كده بس هنقولها one third of oxygenous insulin degradation is carried by the kidney. ثلث الديجريديشن بيتم في الكيدني. In chronic kidney disease, higher risk for hypoglycemia for a reduced exogenous catabolism. The catabolism بتاع الانسولين بيقل وبالتالي في يعني زياده حوالي 30-40% في الدوز بتاع الانسولين وده السبب بتاع الهايبوجلايسيميا. وعشان كده بنقول لو glomerular filtration rate من 10 ل 50 مللي بير مينت بتعمل 25% ريدكشن للدوز بتاع الانسولين ولو اقل من 10 بتعمل 50% ريدكشن للدوز بتاع الانسولين. فبنقول اهو لو كرياتين كليرانس من 10 ل 50 ريديوز الدوز باي 25% لو اقل من 10 مللي بير مينت ريديوز الدوز باي 50% دايالسيس بيشنت مي نيد ذيس انسولين ديو تو ديكريزد انسولين ريزيستنس اول تشينجز ان انسولين دوز شود بي اكومبانيد باي ادكويت بلاد جلوكوز مونيتورينج. ان كونكلوجن انسولين از سول تو بي سيف بات ماست بي يوزد ويز كوشن ان كيدني كرونيك كيدني ديزيز especially when the glomerular filtration rate are decreased. دي يمكن الدوز ادجستمنت مختصرة بالنسبة للسلفونيلوريا الجلمايز التي سي ديز والانسولين زي ما قلناها في المحاضرة. In summary, the chronic kidney disease is common in patients with type 2 diabetes. The chronic kidney disease is associated with increased risk for all cause and cardiovascular mortality. الاستيميتد جلومرولار فلتريشن ريت شود بي اسيست ان بيشنت ات ريسك. ابروبريت هايبرجلايسيميا تريتمنت از كريتيكال ان اوردر تو هيلب بريزيرف رينال فانكشن ان دايابيتيك بيشنت. هيموجلوبين اي 1 سي ليس ذان 7% ريكومندد فور موست بيشنت. تريتمنت جولز ماست بي اندفيدواليزد. تشالنج ويز اولدر انتي هايبرجلايسيميك ايجنت اكزيست. ميني تريتمنت انكريز ذا ريسك فور هايبوجلايسيميا. Many serums result in weight gain over time. It is important to use well-tolerated and effective anti-hyperglycemic agent to reach glycemic goal in diabetic patient with renal impairment. Thank you. شكرا جزيلا للدكتور جاهد على المحاضره القويه دي اللي جمعت حضرتك ابديت النولج من بين البراكتس اللي هتفيد كتير جدا يا رب. لو في اي فرصه اي حد ممكن يسال سؤال شكرا جزيلا طبعا محاضرة قيمة جدا بس في بعض مرضى يعني شفناهم ما زالوا ممكن بيغسلوا وياخدوا الميتفورمين ونسبة اللاكتيك اسيدوزيس ما معرضتش بالخوف اللي احنا فيا ريت تعمل لنا كومنت عن الحتة دي. الحقيقة اللاكتيك اسيدوزيس فعلا هي رير لكن انا شفت حماه بقى والدكتور ناجي عبد الهادي مره قال انه شاف حاله لابتيك اسيدوزس كان عندها شفت حالتين والاثنين ماتوا. بس انا شفت حالتين وصحتين سيفني يعني. فبدل حاجه فيتال حتى لو رير لازم بس ده احنا لكن انا معاك انها رير ومعاك ان احنا ما شفناش كتير لكن انا شفت حاله مره واحده ودخلتها عندنا في وحده سكر ودايت فعلا ممكن حسين بقى مش عارف حظه حلو ان الحالتين طول ما اجي اقول حاجتين بتوع دايت لكن انا الحاله اللي دخلتها بالظبط يعني فهو ده فعلا عشان الفيتاليتيز العاليه لو هي رير برضه بتبقى خافي فعشان كده بنقول لا ما نستخدمش الميتفورمين. هو في حوارات كتيره انا بقراها في جورنالز على الحته دي بحيث ان هم بيقولوا الاف دي اي قالت شود بي كونترا انديكيتد انما في حوارات ان عايزين يرفعوا شويه كرياتين اعلى من كده شويه بحيث يسمحوا باستخدامه. ده عليه الدكتور صبحي الحقيقه انا معايا بيبر جايبها لسه من المؤتمر الاخراني ده
ان عيانين من عندهم بنكريات اللي اب تو 3 ومستخدمين سيفلي وزادوا بلاتيك اسيدوز. وانا مع حضرتك ان في ناس بتطالب ان هم يرفعوا شويه لكن واحد ونص واحد واربعة عشر قليل قوي يعني هي بس هم بيعتمدوا ان العيانين بتوع كرونيك ديزيز بيبقى معاهم هايبر فلتريشن. فالواحد واربعة من عشرة او خمسة من عشرة دي مقابله مثلا لاثنين واثنين ونص في العيانين التانيين. لكن انا معاك انها هيك. وانا يمكن سالت استاذنا الدكتور البرتقالي على اساس انه خبرته اكبر مننا، انت شفت كام حاله لاكتيك اسيدوزس؟ على اساس انه شاف كتير، انا ما شفتش ولا حاله في حياتي لاكتيك اسيدوزس من 100 فوق الا لو استخدم غلط زي ما الدكتور ناجي شاف حالتنا. انا شفت حاله والدكتور حسين شاف حالتي. وعرفت القلب حته حاجه قلت لي هيومن ريسورسز يعني دي مهمه جدا، حكايه ان في العيان يبقى قادر ان هو يلجا لحته ممكن يتعالج فيها وعنده الايديوكيشن وعنده الكالشر ان هو فاهم اي مشكله هتحصل له يعرف يروح لفين غير المرضى بتوعنا. فعشان كده يمكن التخوف بيخلينا نمسك ايدنا شويه ما نديش الميتفورمين مع الناس دي. في حد ورا له سؤال؟ في حد ورا بس الجلايبرايت بقى اللي هو مش جلايبرايت يعني هو نفس الفارماكوكينيتكس بتاع الجلايبرايت. اتفضل معانا. هل هو يعني هل هو فعلا لما زودت الدوز بتاع الميتفورمين هو الاثنين موجودين يعني دوز وبلس وفيت يعني بيبقى عشان كده هم بيقولوا العام بتاع كرونيك ديزيز اللي هتضطر تديله اللي هو من 30 ل 50 هتديله ميتفورمين لازم تعمله هاف كده لازم تقلل الدوز لان تقليل الدوز بيقلل الانسنس بتاع اللاكتيك اسيدوز فهي دوز ديبندنت وكمان هي بلس بالنسبه للميتفورمين لان بعض العيانين ممكن يحصل لها في دوز اقل من 500 ممكن وبعض العيانين ما يحصل لهمش فالاثنين موجودين في الميتفورمين. حضرتك بالنسبه لسرطان اليوريا واليوز مع سيكي دي وزي ما بتقول عن فيما قال مع ديد ستيلز الحقيقه بنتقابل في الديلي براكتس ان هم بيعملوا سيفير هايبوجلايسيميك انفلاكس. الحقيقه احنا بنشوف الاطباء النواب في الطوارئ بيقوم مدي العيان بلوس 25% قياس بلاد شوجر يبقى 160 لو واحد. فهي المسج اللي حضرتك ركزت عليها وكانت واضحه للمراه جدا ات ذيس فيجن مصر بي ادمتد ات ذيس فور 3 دايز ات ليست. انا حضرتك لو روحته هيرجع تاني وهتديله النص تاني وهتروحه وهيرجع تاني وعلى الارض هيبص الطبيب. فالاحسن ان احنا نعمل له ادمشن 3 دايز ونفولو اب بالبلد شوجر في الدايز. معاك بنسبه 100%. حد عنده هتزود الدوز بتاع الانسولين او لو هي بتاخد من اصل احنا كومنلي في مصر هنا الكومن يوزد انسولين هو الميكس فورم. ميكس فورم عندنا في مصر هنا كل الناس تاخد ميكس فورم توايز دي على عكس القواعد العلميه مش ده الموست كومن. لكن احنا عندنا في مصر هنا في اوسن بليسي الموست كومن ان احنا بندي ميكس انسولين توايز دي واعتقد ان الميكس انسولين ده هو اللي معاش الشركات اللي بقى الدكتور علي مش كده؟ يعني ف ده العيانين بتوع الدايلسيس يناسبهم اكتر البيزا بولس. يعني البيزا بولس ده اكتر مناسبه انك تدي براندي الانسولين مثلا 3 تايمز بير دي هو شورت اكتنج وبعدين تديله سمول دوز من البيزا الانسولين مثلا حبيت ده البيست بالنسبه للعيانين بتوع الدايلسيس. لكن في الغالب انت هتلاقي العيان ده بياخد ميكس انسولين توايس دي مش هيبقى كنترول. فاعمل له شيفت الى البيزا بولس وابدا ازود وزي ما قلنا مفيش ابر ليميت للانسولين يعني بس يبقى جرادوال انكريزمنت. واحنا بنقول دايما في جرادوال انكريزمنت ان كل ثلاث ايام اعمل له مونيتورنج وازود فقط 2 يونتس باي 2 يونتس ايا كان الرقم اللي موجود. الزيادات الشديده مره واحده ممكن العيان يحصل له هايبوجلايسيميا. 2 يونتس كل 3 دايز كل ثلاث ايام 2 يونتس مثلا سي مثلا بياخد براندي انسولين الصبح بتحس انه الانسولين قبل الغداء. لو لقيت الانسولين قبل الغداء ستيل لسه عالي يبقى الجرعه بتاع الصبح دي ما هياش ايه؟ مظبوطه فبتزودها 2 يونتس وتقعد ثلاث ايام ما تزودش.
وبتعمل مونتورنج في الثلاث ايام دول. بياخد قبل حاجه تعملها مونتورنج قبل العشاء، اللي قبل العشاء تعملها مونتورنج قبل النوم وهكذا، عشان تقدر تعرف ان الدوز محتاجه وبليز ما تغيرش قبل ثلاث ايام الى خمس ايام. حضرتك الدوز قد ايه؟ البيزا الانسولين المفروض يبقى نص يعني زي البراند الانسولين يعني. لكن احنا دايما بنخليه في العيانين بتوع رينا البرنين بنقسم الجرعه التلتين بنديها البرانديال والتلت بنديها بيزا. بس عايز اعمل كومنت شويه. احنا لاحظنا ان في بعض العيانين لما بيدخلوا على الدايلس بيحصل لهم هايبر جلايسيميا. برغم ان هم كانوا هايبر جلايسيميا. ده نتيجه حدوث انسولين ريزيستنس على الدايلس نتيجه السايتوكاينز اللي بيحصل لها ريليز من الكونتاكت بين البلاد اند البرين. بس هي حقيقه مش قاعده مش كل عيان. بس في نقطه ثانيه عايز اقولها مهمه قوي. ان الدايلزيت اللي عندنا هنا في مصر از جلوكوز فري. ده معناه ان هيحصل ترانسبورتيشن للجلوكوز اكروز ذا ميمبرين للبرين دايلس. عشان كده الناس اللي واخده انسولين قبل ما تروح الغسيل ممكن يحصل لها سيفير هايبوجلاسيميك اتاك دورينج دايلس. ممكن تبريزنت هايبر تنشن سيفير هايبر تنشن او احيانا سيفير هايبر تنشن او لوس اوف كونشسنس او كونفرجن. لو ما كانش الناس اوير بالقضيه ديت ويبقى جهاز السكر موجود في وحده الغسيل دايما بحيث نقيس البلاد جلوكوز لو لقينا اي سيمتومز بهذا الشكل. لان العيان بيروح ممكن يجي له بومتنج ممكن ما ياكلش واخد انسولين الصبح او واخد جرعه لونج اكتنج بالليل ممكن قوي يجي له هايبوجلاسيميك اكشن على الدايلس. فلازم نخلي بالنا. طبعا انا ما بديش يعني كان في كلام كتير قوي في الانسولين ما فيش فرصه ان احنا نجي. لكن هم بينصحوا ان العيانين الجرعه بتاع الصبح الجرعه بتاع الصبح يوم الغسيل ما ياخدهاش. ده دي بقت في الاف اي ريكومنديشن دلوقتي. العيان بتاع الدايلس اللي رايح يغسل الجرعه بتاع الصبحيه اللي هي البراند الانسولين اللي هو هياخده الصبح يستحسن لو هيغسل الصبحيه ما ياخدش الجرعه بتاع الانسولين. لان لو خدها جزء كبير جدا منهم هيقول لهم هايبوجلاسيميا فور شور يعني. فاحنا دايما نقول لهم الجرعه بتاع الانسولين بتاع الصبحيه يستحسن ما تاخدهاش او ان انت تقللها. يعني تقلل الجرعه بتاع الانسولين وهو رايح الصبحيه يعني. نمره اثنين ان العيان لو بياخد بيزا الانسولين من فضلك خلي البيزا الانسولين اخر النهار بعد ايه الدايلسز اللي موجود. لان البيزا الانسولين بياخد لونج ديوريشن اوف اكشن. فلو خد لونج ديوريشن اوف اكشن ممكن يجي في وقت الدايلسز والعيان برضه يحصل له سيفير هايبوجلاسيميا. فدي قضيه ثانيه مهمه جدا. خلي دايما البيزا الانسولين متاخر في العيانين اللي هم بيغسلوا. والبراند الانسولين اما انك تشيل جرعه الصبح خالص ما تديهالوش او تديله نص هذه الجرعه في اليوم بتاع الدايلسز. في حضرتك بس في كومنتز اعتقد ان هم يعني كان الحكمه فعلا يبقى فيه جلوكوز في الدايلسيت. هم كانوا بيخافوا من وجود جلوكوز في الدايلسيت عشان الانفكشنز والفانجس والكلام ده. ففي تركيزين في ال 100 مللي جرام برسنت واعتقد ده في السيرولوجي. يعني لما اغسل دايلسيت 100 كان ده نورمال حتى لو العيان السكر بتاعه نزل شويه مش هيخش في الزون بتاع الهايبوجلاسيميا. فاعتقد ان احنا فعلا في حاجه الى ان الجلوكوز 100 ده ينتشر. واعتقد ان في لونش ليفت بدا بقاله سنوات ومشي في الطريق هذا الجلوكوز 100 ده. برضه طبعا هو يجب ان احنا انا شخصيا اي عيان دايابيتك بيجي برينا بيرمنت بنبهه ان هو يخش في الجلوكوز. خد بالك هيحصل. فبنبهه ان دايما يتشك بلاد ليفل ودايما بالذات لو جه اتاك تايب جلاسيميا. تاني حاجه عاوز اقولها يمكن بعد الدايلسز العيان بيبتدي سكر يبتدي يعلى بسبب ان الابيتايت بقى احسن فابتدى ياكل اكتر. دي احد الاسباب يعني بيضاف السبب القلب التورنالي. تاني حاجه لازم افرق بين تو تايب اوف رينال بيشنت. واحد ستيبل كيدني فانكشن وواحد معرض للبيشن. بتاع الاكزربيشن ده انبهه انه كان ماشي كويس على دوز معينه انه بيحصل اكزربيشن ممكن تخش في جلايسيميا. فدي برضه نقطه عيان فروم ناو اند زين بيقولوا مثلا فومتنج دايريا اي حاجه بتكزربيت كيدني فانكشن ده يبقى ينتبه لجرعه الهايبوجلايسيميا. شكرا جزيلا دكتور نجاهد وشرفتنا واضفتنا حاجات كتير جدا. واحنا بنشكرك على تشريفنا النهارده. معلش شكرا انك قعدتوني في اليوم الجميل ده. هو بس في سؤال كده احنا يعني بحب اقولها لمريض السكر اللي يجي لي ان استحاله الدكتور لوحده هيفضل يظبط سكر المريض ويبدا يبان هو عايز يظبط سكر.
ودايما بنتكلم عن دورات الانسولين، ودايما بننسى كل العيان ضبط اكلك. لما كنتش انت ضبط اكلك عمري ما اقدر اضبط سكرك. ودي المثل الاخيره لازم تقول للعيان نقضي وقت معاه شويه ياكل ايه؟ مريض السكر. الآن نرسل للنكست سبيكر.